السلطة الموجودة حاليا. أول هذه الإجراءات هو تأسيس هذا المجلس المدني بالتمثيل العسكري المحدود. طالبنا ونؤكد على مطالبتنا بضرورة أن تستولي السلطة الجديدة التي تشكل السلطة المدنية العسكرية على كافة ممتلكات الحزب الحاكم البائد، لأن هذا الحزب اختلط بالنظام بصورة كبيرة، استولى على أموال الدولة واستخدمها في صالح الحزب الصغير. يجب أن تحل كافة مؤسسات المؤتمر الوطني حاليا، ويجب أن يتم محاسبة رموز هذا النظام. والمجلس العسكري أكد على أنه وضع يده على عدد من الدور وعدد من الممتلكات التابعة للمؤتمر الوطني، وأكد أنه اعتقل عدد من رموز المؤتمر الوطني، لكن المشكلة لدينا أن ذلك لم يعلن بصورة واضحة. نحن نريد الإعلان عن أسماء المعتقلين الذين طيب تحفظ عليهم المجلس العسكري، نريد الإعلان عن أماكن اعتقالهم، نريد أن نبدأ في إجراءات قانونية بصورة مباشرة. تحدثت ان يعني انها تركه ثقيله تحتاج الى وقت للتغيير سيد محمد، ولا يمكن القيام بتغيير فوري للتعامل مع هذا الثقل او التركه التي تركها يعني حكم البشير في السنوات السابقه. يمكن ان يكون مثل هذا التبرير مبرر للمجلس العسكري بان نقل السلطه ايضا بشكل فوري قد يكون له تبعات سلبيه على استقرار وحقوق السودانيين، ما رايك؟ نعم، نحن أكدنا ونؤكد مجددا أن التركة ثقيلة، لكن نحن لا نطالب بكل شيء الآن. تجمع مهنيين ومع شركائه في القوى السياسية والمدنية لديه إعلان يسمى إعلان حرية والتغيير، هو الإعلان الذي أسس تحالف قوى الحرية والتغيير. هذا الإعلان يحتوي عدد كبير من المطالب التي نرى ضرورة تنفيذها خلال فترة الحكم الانتقالي التي ندعو إلى أن تكون 4 سنوات. 4 سنوات وضعت لأننا نعلم جيدا أن هذه التركة ثقيلة لا يمكن أن تحل في أقل من ذلك. لكي نصل إلى نظام ديمقراطي مستدام يجب لنا أن نعبر هذه ال4 سنوات، ننجز فيها هذه المطالب التي ستؤسس في النهاية لسودان جديد ديمقراطي ومؤسس. ولكن نطالب اليوم نحن بالإجراءات التي لا يمكن أن نقبل أي وضع بدون عملها. هذه الإجراءات تتمثل في أن يكون المجلس السيادي مدني. نحن لا يمكن أن نقبل مجددا بحكم عسكري في السودان، يجب أن يكون هذا الأمر واضحا تماما. هذه الثورة التي استمرت لقرابة ال4 أشهر لم تقم لكي يذهب نظام عسكري ويأتي نظام عسكري آخر. نحن نريد أن نتأكد أن هذه السلطة ذهبت إلى القوى المدنية. هذه القوى المدنية التي ستذهب إليها السلطة هي التي ستدير العملية الانتقالية وصولا إلى سودان ديمقراطي ومؤسس. ما هي السيناريوهات التي تخشونها سيد محمد؟ لا نريد أن نتشائم، نحن متفائلون دوما، نحن سنتفائل اليوم كما تفائلنا منذ اندلاع الثورة السودانية قبل 4 أشهر. الثورة كل يوم تنتصر لكنها لم تنتهي بعد ولم نصل إلى نهاياتها، ولكي نصل إلى نهاياتها يجب علينا أن نتماسك ونتواصل في عملنا الجماهيري والسلمي. الأساس أننا ندعو القوات الشعب المسلحة إلى الالتزام كما التزمت سابقا، إلى الاستمرار في الالتزام بحمايتها للشعب السوداني، بحمايتها للقوى الحية الموجودة اليوم في الشارع، للمرأة والشباب الذين يريدون أن يحققوا مطالب ثورتهم. ملامح بنظرة تفاؤلية كما أشرت، ملامح المرحلة المقبلة في ظل المعطيات الحالية كيف تنظر إليها سيد الأصل؟ الملامح التي نرجو أن تحدث هي أن يقوم المجلس العسكري الانتقالي بإلغاء بإصدار بيان يلغي المجلس الحالي ويشكل مجلس جديد مدني يوجد فيه تمثيل عسكري محدود. هذا المجلس السيادي يجب أن تكون مهامه محدودة، تتمثل في المهام المتعلقة برأس الدولة، المهام السيادية. تتشكل أيضا حكومة انتقالية تنفيذية بكامل صلاحياتها التنفيذية. هذه الحكومة يجب أن تتشكل من كفاءات وطنية معروف لها ومشهود لها بالمهنية وبالخبرة. هذه الحكومة الانتقالية ستقوم بتنفيذ المطالب المنصوص عليها في إعلان الحرية والتغيير. أيضا ندعو لاحقا لتشكيل مجلس تشريعي محدود بتمثيل محدود يعبر عن كافة أطياف الشعب السوداني ومكوناته، خاصة القوى الحية التي شاركت بصورة كبيرة في هذه الثورة، المرأة، الكنداكات، والشباب الذين يتواجدون الآن في الشارع.
كل هذا يجب أن يتم تبعا لإجراءات أيضا نرى أنها مهمة، من ضمنها حل الحزب الحاكم وحل الميليشيات المسلحة التي قمعت الناس وقتلتهم بالرصاص الحي. ندعو إلى إصلاح الجهاز القضائي ليتمكن من إقامة كل هذه المهام، إقالة رئيس القضاء وإقالة النائب العام وتعيين آخرين يتمتعون بالاستقلالية وبالنزاهة بدون خلفيات سياسية. طيب. وندعو إلى إعادة هيكلة جهاز الأمن وتحديد صلاحياته فقط في جمع المعلومات، وأن يتوقف عن القمع وعن القتل، وعدد آخر من الإجراءات نرى أنها إجراءات يجب أن تكون فورية لأنها تصدر بقرار فقط. طيب يعني هذا ما شدد عليه تجمع المهنيين السودانيين، يعني هذه النقاط التي ذكرها. الآن في دقيقة إذا سمحت، يعني استقبل بالطبع من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم المجلس العسكري يعني هذه النقاط من قبل تجمع المهنيين السودانيين، كيف سيتعامل؟ ما الرد المتوقع في رأيك في أقل من دقيقة إذا سمحت؟ نحن بدأنا في بناء درجة من الثقة مع المجلس العسكري، نريد أن نواصل في بناء هذه الثقة، والتواصل في بناء هذه الثقة هو يكون باللقاء مع المجلس العسكري والنقاش في هذه الرؤى. نحن عرضنا هذه الرؤى في المرة الأولى، عرضناها في قبل يومين عندما التقينا بالمجلس العسكري الانتقالي، وعرضناها اليوم أيضا للإعلام، وننتظر أن يستجيب المجلس العسكري الانتقالي لهذه المطالب التي تعبر ليس فقط عن تجمع المهنيين السودانيين إنما عن قوى الحرية والتغيير. هذه المطالب نتفق عليها جميعا. محمد ناجي الأصم، عضو تجمع